الياسة، التواصل أيضا من خلفان بن محمد بن خصيبه ظاهري، وصلت أيضا حشيمة لهجن الرياسة ليتواجد الفيلسوف هنا، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى الاندفاع القوي، العودة إلى أيضا الانطلاق، الخمسمائة متر الأخيرة، الشاهينية على الصدارة، الشاهينية على المركز الأول، انطلاقة ملامح، اندفاع الشاهينية، انطلاقة أيضا هنا الشاهينية وبشاير، ولكن الأربعمائة متر الأخيرة، الله 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 الله، الشاهينية ملامح ملامح، المجازف الظافر الظافر المجازف هنا مع مقدمة هذا الشوط مع الانطلاق القوي، التحدي المثير مع أول أشواطي أيضا موسم بداية الكبار بالفعل، الله الله الله، الشاهينية على المركز الأول من هجن الرياسة، المجازف يقدم الشاهينية، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، سلام بو سعيد سلام، سلام بو سعيد سلام على هذا الأداء، المركز الثاني ملامح من هجن الرياسة، المركز الثالث شاهيني من هجن الرياسة، المركز غزلان، غزلان لهجن الرياسة، الظافر علي بن يميل الوهيبي يتابع انطلاق غزلان محتلة مع المركز الثاني، المركز الثالث خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن 400 متر أخيرة غزلان غزلان تسللت غزلان، انطلقت إلى الناموس إلى المركز الأول إلى الصدارة، يا سلام لهجن الرياسة، الظافر علي بن يميل الوهيبي بو سعيد يتابع الانطلاق لغزلان مع مقدمة الشاهينية مع المركز الثاني، الشاهينية الشاهينية تسللت الشاهينية، انطلقت الشاهينية بقيادة المستحيل، غيرت موازين الشوط لناموس هجن الرياسة مع المركز الأول وبقيادة المستحيل، راشد بن محمد بالسم المنصوري، أسعد الله صباحك يا أبو ذياب على هذا الفوز والإبداع، المركز الثاني غزلان لهجن الرياسة، التهني علي بن أمية الوهيبي، المركز الثالث خيال تعود الملكية اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. راشد بن محمد بالسم المنصوري، والمركز الرابع الزعيم لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. جولة التحديات، جولة الأوامر، نعود إلى المقدمة، الصدارة الانطلاق الأول، شاهين على الصدارة، شاهين على الاندفاع الأول، ولكن هملول هملول القادم، وأيضا شاهين بقيادة بسم لمن الناموس لمن الفوز والانتصار، لهجن الرياسة لهذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة الإنجاز بن زيتون المجازف، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ينتزع ناموس الشوط الرئيسي للجعدان، المحليات الأصايل تهانينا والناموس لحظات وصوله إلى خط النهاية مؤن الفوز والانتصار، المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصوري، المركز الثالث هملول من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيب. من هنا من ميدان الوثبة لنتابع شعار شاهين وانطلاقاته الكبيرة، نعم انطلق شعار هجن الرياسة مع المقدمة أسد الوثبة يعلن الحضور الكبير هذا اليوم وهذا التميز هنا مع المقدمة، مشكور يا الهواري، اللون الحمر اللون الخطر، الله الله الله، سلامي على هجن الرياسة، سلامي على محبينها، سلامي على جماهيرها، وسلامي على المستحيل الذي لا يعرف المستحيل دائما وابدا، والنقطة الثانية في هذا اليوم لشعار هجن الرياسة وبالتحديد مع ابو ذياب، هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري بينما ثاني المراكز اتابع الليزر بشعار هجن الرياسة، علي بن جميل الوهيبي ثالثا، اتابع شاهين ايضا بشعار هجن الرياسة، محمد بن عتيق وزيتون المهيب. العين
الحين وصلت من الجانب الآخر بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي السرمدية مرة أخرى لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. ولكن خلونا مع الشاهينية، خلونا مع الأحمر الخطر، ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذه هي الشاهينية وهنا مؤسسة هجن الرياسة، هذه المؤسسة العملاقة الكبيرة التي تملك الكثير والكثير من الأوراق الرابحة إذا كانت أيضا في الهجن وإذا كانت من المضمرين. شكرا مجازف، شكرا بن زيتون، شكرا على ذا والجميل. وهنا جماهير هذه المؤسسة تتابع عن كذا الهاتريك بالفعل. تهانينا المركز الثاني وصلت العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، وفي اللحظات الأخيرة وصلت الأخرى كما نتابع السرحة فاجأتنا بقوة لهجن الرياسة مشاهدينا. والمركز الرابع ياتي الظافر علي بن ميل الوهيبي ليقدم هملولة في هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. وصلت العين، وصلت العين ليصل ايضا الشعار العناوي، شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، لياتي محفوظ بن خميس النيبي القادم مع العين. يا سلام يا سلام، الله 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 يا هملولة، هملولة على الصدارة، هملولة على المركز الاول، هملولة من هجن الرياسة، ايضا ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي ياتي بهذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هكذا هجن الرياسة تحافظ على النقطة السادسة على التوالي. تهانينا لظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي على فوز هملولة بالمركز الاول. بين المركز الثاني وصلت فيه العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، المركز الثالث وصلت فيه جلمود بن هجن الرياسة. راشد بن محمد بالسم المنصوري مع المركز الثاني والثالث، شاهين بشعار هجن الرياسة وبقيادة المستحيل، ولكن الصدارة المقدمة المسيطر الأقرب الزعيم، الزعيم مع البداية، شاهين مع المركز الثاني لهجن الرياسة مع المستحيل، المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة مع المستحيل. يا سلام يا سلام، الزعيم وهو زعيم، غادر الزعيم، انطلق الزعيم لناموس هذا الشوط للفوز والانتصار. يا سلام، تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والتانية والناموس لمحفوظ بن خميس النبي. أسعد الله صباحك الزعيم على هذا الفوز والإبداع والانتصار، لحظة وصوله معلن فوزه وانتصاره، مهدي سموه هذا الفوز والناموس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والتاني محفوظ بن خميس آل نبي. المركز الثاني والثالث شاهين وشاهين لهجن الرياسة. منطلقا نحو المنصة الرئيسية، منطلقا هنا مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، ولكن وصل المستحيل، بدأ يقرب الخطوات في هذه اللحظات مع شاهين شعار هجن الرياسة. نعم المستحيل يعلن الحضور الكبير في أشواط هذا اليوم، انطلق بشعار هجن الرياسة أسد الوثبة يعلن الحضور ويعلن بالزير في هذا اليوم وفي هذا الصباح الكبير. انطلق هنا شعار هجن الرياسة والهاتريك، الهاتريك مع أبو ذياب اليوم، النقطة الثالثة لشعار هجن الرياسة وبالتحديد مع المستحيل. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما ثاني مراكز وثالثها وصل شعار هجن الرياسة، وكان هنالك الظافر علي بن جميل الوهيبي. المضمر
الأمر، ولكن الصدارة، الصدارة مع شواهين، شواهين شواهين التي تقود الشوط من البداية مسيطرة مع هج الرياسة، ومع هناك الظافر الشاهينية وصلت مع هج الرياسة مع المجازف. الله على الشوط، الله على أداء بدن انطلقا، الشعار شعار الجماهير، شعار الذي يترقبه الجميع. ما شاء الله الشاهينية تجاوزت الشاهينية من الجانب الآخر مع هج الرياسة مع المجازف بن زيتون السوبر هاتريك. الله شوف الشوط، شوف شواهين الشاهينية، الشاهينية تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هج الرياسة، هذه المؤسسة الكبيرة التي تدعم سباقات الهجن بشتى أنواعها. تهانينا لمؤسسة هج الرياسة، وشكرا المجازف بن زيتون على أداءه الجميل. المركز الثاني في الفوتو فينش أيضا نفس الشعار شواهين من هج الرياسة مع الظافر، والشاهينية ثالثا مع المجازف والمركز. الله الله الله، شوفوا من القادم، الشاهينية وشوق مؤسسات هجن الرياسة أيضا تقدم أيضا هنا النوعيات الرائعة والجميلة باختلاف المضمرين الخبراء ذو الخبرة الرائعة والجميلة. بن زيتون والظافر يقدمان انطلاقة الشاهينية وشوق، يخطفان المركز الأول والثاني. هذه هي الشاهينية وهذه هي شوق، شوق والشاهينية، الشاهينية على المركز الأول، المجازف المجازف هنا أيضا، شوق عادة العشوش مرة أخرى، ولكن الصدارة رياسية بالفعل، حمراء 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 الشاهينية، شوق شوق الشاهينية، شوق خط النهاية، خط النهاية، الفوز والانتصار مع الشاهينية وشوق. الله الحمر خطر بالفعل، يقدم انطلاقة رائعة وجميلة من خلال هذه المنافسة، شوق والشاهينية، ولكن الشاهينية ثانية لهجن الرياسة، مركز ثاني شوق من هجن الرياسة، مركز ثالث العشوش لسمو الشيخ محمد بن المر من مكتوب المكتوب. هذا المسار يا سلام، المركز الثالث هملول الهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي، ولكن شاهين غادر بالناموس، انطلق للفوز بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. أسعد الله صباحك يا أبو ذياب، أسعد الله صباحك يا أبو النشمي، للمرة الرابعة يا سلام بشعار هجن الرياسة مع القيادة بعملية التضمير معك المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. أسعدت صباحا على هذا الفوز والانتصار، وللمرة الرابعة تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. لحظة وصوله معلن فوز وانتصار شاهين إلى خط النهاية. المركز الثاني الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهي والته المحفوظ بخميس النيبي. المركز الثالث والرابع ما يخافوا هملول بشعر هجن الرياسة. مع عشاق انطلق عشاق هنا بشعار صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وسالم بن حمد بن علي البطين، انطلق في هذا الشوط ليقدم لنا عشاق، ولكن رعد رعد ثانيا، هنا رعد بشعار هجن الرياسة بالجمايل ثانيا علي بن جميل الوهيبي، ولكن عشاق 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 انطلق هنا بشعار صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. مشكور يا البطين مشكور، ومشكور يا سالم يا بن حمد يا البطين المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما ثاني المراكز وصل رعد بشعار هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي ثالثا، وصل الواصل على المركز الثالث شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب.
المركز الثاني عوض بن مبارك المهيري الخبير في عالم التضمير خبير المضمرين ينطلق الآن، ولكن الشاهنية بقيادة بن زيتون المهيري والمهيري عوض بن مبارك المهيري ومحمد بن زيتون المهيري بطاحلة التضمير في مؤسسة هجن الرياسة يتقدمون هنا، ولكن العين انطلقت على المركز الأول من هجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري. اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة والسيطرة مع العين من هجن الرياسة، سلام للرياسة سلام وسلام للعين سلام، ولكن الشاهنية بن زيتون، ولكن عوض بن مبارك المهيري يحسم هذا الشوط. تهانينا والناموس وختامها مسك عوض بن مبارك المهيري المركز الثاني. وصلت الشاهنية من هجن الرياسة محمد بن زيتون المهيري المركز الثالث. وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام طرفاشة من هجن الرياسة عيسى بن سعيد.